هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد إبراهيم العكاري في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وتم تفجير المنزل وسط انتشار مئات من الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في المنطقة، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. وكانت الشرطة الإسرائيلية قتلت الشهيد العكاري بعد أن نفذ عملية دهس في القدس العام الماضي أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهما من عناصر حرس الحدود. ينضم إلينا عبر الهاتف من مخيم شعفاط مراسلنا بشار صغير. بشار، هل ما تزال المواجهات مندلعة في محيط المخيم؟ نعم نادين، حتى هذه اللحظة ما تزال الأوضاع متوترة داخل مخيم شعفاط. دعيني أبدأ من آخر التطورات، إذ حسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 43 إصابة نتجت عن المواجهات المندلعة في مخيم شعفاط والتي تهدأ تدريجيا في هذه الأثناء، من بينها حوالي 13 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. نعود لموضوع المنزل الذي تم تفجيره. لابد هنا من الإشارة بأن ليس فقط الشقة التي تقطنها أسرة الشهيد إبراهيم العكاري هي التي تم هدمها، وإنما تم تفجير البناية بالكامل بواسطة الديناميت، وبالتالي تفجير 3 سكن التي تقطنها أسرة الشهيد، بالإضافة إلى شقتين أخريين لشقيقي الشهيد، وإليهم الحديث يدور عن تشريد أكثر من 20 شخصا. حاليا في الوقت الحالي يقوم أهالي المخيم بمساعدة العائلة التي شردت بإزالة الركام وبإيجاد مأوى لهم. وحول المنزل الذي تم تفجيره حاليا ما تزال الأوضاع متوترة وتندلع المواجهات بين الفترة والأخرى. شكرا لك من مخيم شعفاط بشار صغير.